ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونروح نتعرف منها على آخر أخبار المرور في القاهرة والمحافظات وكمان أحوال الطقس. هالة صباح الخير عليك. صباح الخير يا منى. صباح الخير أعزائنا المشاهدين. تعالوا مع بعض دلوقتي نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. خلونا نبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية واللي بتشهد كثافات نسبية بسيطة. هنفضل ماشيين لحد ما نلاقي تقاطع شارع صلاح سالم وهناك برضو في كثافات بسيطة وغير مؤثرة إطلاقا. هنفضل ماشيين لحد ما نروح كوبري الجلاء، هناك هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العبور العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. تظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للي جاي من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، ونفس الأمر بالنسبة لمناطق التجمع الخامس طريق في طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنستكمل جولتنا بشوارع الجيزة وفي هناك بعض الكثافات المرورية على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم هنلاقيه بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة. ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين على الطلبية وكثافات أيضا للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت بعض الكثافات المرورية الأخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. ظهرت على المحور من شوية على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان بعض الكثافات المرورية المتحركة، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت أيضا بعض الكثافات المرورية بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. خلينا نروح كمان معاكم لمحافظة أسيوط. إذا ما نظرنا هنبدأ فيها جولتنا عن من طريق قنا منفلوط اللي بيشهد بعض الكثافات النسبية المتحركة. الكثافات دي هتبدأ بشكل تدريجي تقل لحد ما توصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك بعض السيولات المرورية اللي مكملة لحد جامعة أسيوط. ولما نوصل هناك هنلاقي بعض الكثافات المرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، بتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي فيه سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. نكمل جولتنا المرورية ونروح لإسماعيلية تحديدا ميدان أحمد جويلي، هناك بتظهر كثافات مرورية غير مؤثرة إطلاقا. بعدها هنروح شارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق إسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو الآخر سيولة مرورية كبيرة جدا. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وخدنا طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة اللي هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. إذا ما رحنا بقى لطريق أحمد أبو زيد هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. هنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية، هناك هنلاقي كثافات مرورية متحركة. ودلوقتي هنرجع لمنا ومجموعة من الأخبار والموضوعات في فقرات صباح الخير يا مصر.